مطلع الدقيقة 50 الرياضي المنسيري هاي الإعادة في عمق الدفاع، كرة ممتازة، أوكبوتو لا يهدر مثل هذه الفرص. من رمضان فهمي علي الوانتو ناجحة، انطلاقة أخرى، خطورة على الأطراف، أنتوني أوكبوتو تسديدة روعة، هدف ممتاز، هدف رائع، هدف غاية في الروعة من الوحش النيجيري، ليس كل نيجيري، انجلب أنتوني أوكبوتو لدغة قاتلة في الاتحاد. من جانب الياس جلاسي بوتو، كورة للثالث، جول 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 جول، خلاص 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 خلاص، ما هذا يا وحش، ما هذا يا نيجيري، من أنتوني بوتو، لكن خليك من هدف أنتوني، شوف اللمسة من الياس جلاسي كم هي رائعة، حط أنتوني في وضعية وجد. على الأقل في مباراة اليوم الياس جلاسي هو اللي يلعب الكرة، الياس جلاسي كما نجم الهدف الأول، الهدف الأول للاتحاد الرياضي المنسيري، والهداف أنتوني أوكبوتو يذلل الفارق في ستة. سهل العملية، من السهل الممتنع بالنسبة للمهاجمين ومهاجم قناص كرة هذه الليبي، الكرة عند طلحة ومحمد الميكيل، وهذه الكرة ممتازة للتوزيع والهدف الأول، الهدف الأول أنتوني أوكبوتو، بالفعل أوكبوتو يسجل الهدف الأول للاتحاد الرياضي المنسيري، شكيب الهدف السابع. أوكبوتو شوفوا الإعادة، التوزيعة كانت بالمليمتر مليمترية من دفاع النادي البنزرتي عن طريق وسام بوسنينة، وتضيع الكرة مكاري داخل المنطقة، مكاري والهدف الأول، الهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري. كنت في دفاع النادي البنزرتي، هاي الإعادة يحكم استغلاله. وتضيع ممتازة، ممتازة التمريرة، محاولة التمرير والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري. ما كل مرة تسلم يتمكن من تحقيق الهدف الثاني لصالح الاتحاد المنسيري. وفراس شوات بينما انتبع هذه اللقطة للاتحاد الرياضي المنسيري، والهدف الأول، الهدف الأول للاتحاد الرياضي، وأنتوني أوكبوتو يغالط الحارس أيمن دحمان في الدقيقة 16 من هذا الشوط. خرج نظيف الصغراوي يلعب مع طلحة، طلحة طلحة يوزع، تمشي لوكبوتو، وجه لوجه لوكبوتو، والهدف تونسي. محمد علي حجيجة في الإدارة الفنية، تميز العبيدي أيضا تونسي، وطارق الجاني كمدرب. هذه كرة الاتحاد المنسيري، لوكبوتو دفاع النادي البنزرتي عن طريق وسام بوسنينة، وتضيع الكرة مكاري داخل المنطقة، مكاري والهدف الأول، الهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري. Position very well. Maybe now something. Maybe now something for Nigeria. They have scored. At last it's a breakthrough for Okpotu. And what could it mean for Nigeria? Get goal side of him, Okpotu. Edging around the side of him here. The ball threatened to run away from him.